صلى أقباط مصر خلال قداس رأس السنة من أجل أن يعم السلام في البلاد بعد شهور من الاضطراب، إلا أنهم غير نادمين على تأييدهم للجيش لدى إطاحته الرئيس محمد مرسي. فماذا يقول إبراهيم جورج في منزله البسيط الذي يخيم عليه الحزن في إحدى ضواحي القاهرة وأمام صورة لوالدته التي قتلت في اعتداء على كنيسة العذراء في منطقة الوراق الشعبية أثناء خروجها من حفل زواج؟ بعد 30 يونيو حصل حرائق في كنائس المنيا بما تتعدد الحاجة و60 كنيسة. حصل الحادث دوت، حصل كذا حادثة وخطف وترهيب في الصعيد عامة، شايف ان المسيحيين بيدفعوا ثمن كبير قوي للي حصل في سياسيا في مصر يعني. وكان الهجوم على كنيسة الوراق واحدا من اعتداءات عدة استهدفت الأقباط الذين حملهم الإسلاميون الغاضبون مسؤولية عزل مرسي. في 20 أكتوبر حصل هجوم على الكنيسة هنا، وأنت تعلم هذا، كان الهجوم خارج الكنيسة، كنا بنقفل الأبواب، النهاردة بنقفلش الأبواب، احنا مش بنخاف، الموت ضاع، الخوف ضاع، الموت شهوة قلب المؤمن. ويشكو أقباط مصر دوما من التمييز والتهميش، لكن شكواهم تضاعفت خلال حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا.